بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هشرح الكم الرجلان اللي هو الكم منه فيه ده. لو هعمله للبلوزة ممكن لو الحجم بسيط يعني مثلا لغاية محيط أرداف مثلا 110 ممكن تاخد متر ونص قماش كبلوزة. خلاص أنا هحاول أشرحها الأول بطريقة بسيطة. أول حاجة يا جماعة لما بنيجي نعمل حردة الرقبة نفترض كده بطبق القماش الأول كده طبقتين بالطول اللي انت عايزاه تمام كده. وهنيجي ناخد طول الكتف الواحد الاول الكتف الواحد خلاص، وهضيف عليه طول الكم بالميل بتاعه الطبيعي. يعني هميل كده هاخد كده طول الكم بالميل الطبيعي تمام. نفترض طلع طول الكم لغاية كده. لو انا في الاول وانا برسم الاول عملت حردة الكتف الواحد عرض الكتف الواحد خلاص، وكان عندي باخد كده عمق الصدر عشان يبقى هنا عندي خط صدر وطول صدر عشان خط وسط وهنا مثلا خط الأرداف، ووصلت كده المقاسات بتاعتي صدر ووسط وأرداف تمام كده. والمفروض كان هنا بقى فيه حردة جيرو صح كده يا جماعة. لو أنا عايزة الكم بتاعي مش واسع قوي ممكن أبدأه من هنا من عند الصدر. يبقى كده نفترض عايزاه طويل شوية ممكن يبقى في المسافة من هنا هيبقى كده. عايزاه ممكن من عند الوسط ممكن من عند منطقة ما بين الوسط والأرداف على حسب الوسع اللي انت عايزاه. هنقص بقى بعد كده الجزء ده نفترض هنعمله من الحجم ده. خلاص كده يا جماعة هقص كده اهو حردة الرقبة وده الميل الطبيعي بتاع الكتف بتاعي. تاخده بالمسطرة على حسب ما يوصل. انتوا تخيلوا الشكل بتاعنا الاول اهو تمام. هنيجي نقص الجزء التاني ازاي اهو هشقلب ده كده تمام عشان ايه انا كده اوفر في القماش. هنقص بس عندي بقى هنا هيبقى فيه فتحة. الفتحة دي يا ممكن تبقى في الظهر او ممكن تبقى في الامام. يعني ممكن اركب لها زراير ممكن تبقى مفتوحة من قدام او ممكن تكون مفتوحة من الظهر. اذا هركب الكم الرجلان ده على سالوبيت هيبقى لغاية الوسط كده بس يا جماعة، واظبط عليه الوسع اللي هركبه على وسع البنطلون على وسع الوسط بتاع البنطلون تمام كده. هنيجي نفرده ده الجزء الامامي اهو وده الجزء الخلفي. وممكن زي ما قلت المفتوح ده برضو ممكن يبقى امام ممكن يبقى زي جاكيت برضو يتخيط يبقى زي الايه الاوبن جاكيت بس كده.